<small> ) يا اهلا وسهلا لما تاخذ تصميم الهواوي بي 30 برو وتضيف عليه بعض اللمسات الجماليه تبع شركه اونر بوم اونر 20 برو وهل رح شيء جديد مقارنه بالفيو 20 معكم عدنان دلعين خلينا نتعرف على التفاصيل بدايه الجهاز اجى بسعر ارخص من الفيو 20 بالرغم من تطابق المواصفات بحيث عم نحكي عن 10500 جنيه بالنسبه لمصر باقي العملات ظاهره على الشاشه بالمقابل كان في عندك الفيو 20 نزل بسعر 11500 يوصل ل 12000 فهون الجهاز يعني هو ماله له فئة متوسطة وبنفس الوقت ما وصل للأسعار الأوفر الزيادة اللي عم تحطها باقي الشركات. الشاشة ما رح أرغي فيها كثير هي كوبي بيست الموجودة بالأونر فيو 20 لساتها فول اتش دي بلس نوعها اي بي إس ولكن بهي النقطة الناس أخذوا صورة غلط عن الاي بي إس ومو راضيانة تغيرها. الجهاز كل شخص شافه معي كان يفكر شاشته اموليد، مو لأنه هي فعلا وصلت لمستوى شاشات الاموليد لا ولكن الناس مو راضيانة تتفهم أنه ممكن تحصل على شاشة جدا ممتازة من نوع اي بي إس عادي جدا. هذا بجانب انه عندك اكبر استغلال للشاشه ممكن توفيره بدون اضافه اجزاء ميكانيكيه مثل البوب كاميرا مثلا وذلك عن طريق الهول بانش ديسبلي او اللي هي الكاميرا المحفوره داخل الشاشه واللي تتطابق بالحجم مع اللي موجوده بالفيو 20 ولكن حجم الشاشه هون اصغر بشيء بسيط صوت الجهاز للاسف الشديد ياتي مونو وليس ستيريو كسماعه مونو اكثر من ممتازه من ناحيه النقاء والبيز ولكن بظل سماعات ستيريو مستوى خاص صعب انك توصل له بسماعه مونو عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال كان في مشكله موجوده تقريبا بكل موبايلات اونر بتخص الامبليفاير تحديدا الصوت اللي خارج من منفذ السماعات وليس صوت الجهاز نفسه وما راح تحس بالفرق الا لما توصل سيارتك او سماعاتك بموبايل ثاني فبهذا الموبايل حلوا المشكله بطريقه كثير كرياتيف انهم شالوا منفذ السماعات اصلا حل عبقري الصراحه شيء مؤسف وطبيعي بنفس الوقت وهم حاطين لك محول من تايب سي لل 3.5 ملم mm داخل العلبه وبنطلع للشي يلي اذا بضل ساعة عم احكي عنه ما لحمل يا جماعة تصميم الجهاز مو ممكن انه كاميرا توصل لك يا الجهاز فيه فخامة بالايد وجمالية لانعكاس الالوان شيء خرافي حرفيا هالجهاز كان برايي ما له اي لازمه بوجود لفيو 20 طب نزلوا سعر الفيو 20 شوي وخلاص ولكن رايي تغير تماما من اول نص ساعه جربته فيها لا يا جماعه الجهاز حلو فعلا حتى نكون منصفين وما نخلي جمال التصميم يعمينا عن عيوبه، فالكاميرات الخلفيه بارزه بغباء اللي هو اكبر بروز كاميرا شفته لحد الان بموبايل، ولكن بجانب انه حل هالمشكله بسيط بانك تستخدم كفر الحمايه اللي بيجي داخل العلبه الا انه هالبروز ما اجى من عدم، كاميرات الجهاز هي من افضل الكاميرات الموجوده على موبايل لحد الان كارقام، بحيث عندك اربع عدسات شو ما بدك، عدسه عاديه الترا وايد انجل، عدسه ماكرو، عدسه زوم اكس 3 إكس 5 اوبتيكال بتوصل ل اكس 30 ديجيتال والشيء اللي مو متعودين نسمعه انه الجهاز ياتي بفتحه عدسه اف 1.4 اللي هي اكبر فتحه موجوده على موبايل قابل للبيع للجميع، يليه جالكسي اس 10 بفتحه اف 1.5 واللي ما بيعرف كل ما يقل رقم فتحه العدسه بتكون صارت اوسع واللي بالتالي رح يسمح للعدسه انها تدخل كميه ضوء اكبر، يعني هون الاخ معنا حرفيا بشوف بالليل، بس نحن مثل العاده ما بنسدد الارقام فخلينا نعمل طله على النتائج. العدسه الوايد انجل بتعطي صور ممتازه بمختلف الاضاءات بجماليه اكبر كل ما زادت الاضاءه بحكم انه فتحه العدسه تبعها اصغر شوي من العدسه الاساسيه. الالوان نوعا ما بتتعالج بشكل جيد وبالنسبه للتفاصيل فكصوره خارجيه لتحسها مليئه بالتفاصيل، ما رح يكون فيها اي مشكله بحال نشرتها على السوشيال ميديا ولكن بحال عملت زوم رح تكتشف انه هالتفاصيل كلها فيك اصلا معموله بالسوفتوير وير كعاده هواوي واونر. ولكن انت ليش تعمل زوم بصوره من عدسه وايد بينما عندك صف عدسات ثانيه؟ العدسه التانية الأساسية هي 48 ميجا بكسل ولكن الافتراضي تبعها هو 12 ميجا بكسل مثل العادي واللي هي فعليا ما فيها ولا غلطة الصورة بتطلع منها مباشرة أكثر من ممتازة العدسة اللي بعدها هي لزوم X3 و 5 Optical واقعيا انت صالة تحصل على تفاصيل ممكن ما تكون شايفها بعينك ولكن فعليا هتخسر نسبة كبيرة من جودة الصورة بسبب فرق حجم ونوع السنسور بين العدسات الأساسية والزوم اما الزوم بعد الاكس 5 اوبتيكال لحد ما توصل للاكس 19 رح تكون شايف الجسم بشكل جيد اما اقصى زوم الاكس 30 ديجيتال فلا تحاول تجربه اصلا الكاميرا الاماميه بقى هي الشيء اللي قفلني من الفيو 20 فهل تحسنت بهالجهاز ولا لا الجواب باختصار نعم وبشده ولكن هل وصلت للمستوى تبع باقي الاجهزه الفلاكشيب صراحه لا الكاميرا الأمامية هون بتطلع كمية تفاصيل بعينك ما بتلاحظها فعليا عندك قدرة تعمل زوم لتشوف تفاصيل شعرة بوشك ولكن المشكلة الأزلية مع أونر هي السكين تون أو لون البشرة مع أنه بأجهزة هواوي الوضع ممتاز جدا ولكن هون تحسنت بشكل جدا ممتاز لكن لم تصل للمستوى اللي احنا بدنا يعني. ولما قعدت مع بعض الافراد الشغاله بنفس الشركه تبين انه هالمشكله هي اختلاف ثقافات بيننا وبين الشعب الصيني واللي بفضل هذا التو من الالوان فنتمنى انه يعبرونا شوي. بصمه الجهاز مثل ما حكيت بالفيديو السابق راحت لمكان جديد مو بالشاشه ولا بالظهر وانما بزر الباور نفسه وما لحق كان سرعتها انتم شوفوا لحالكم. أداء الجهاز الصراحة ما في داعي ضيع وقتك بالحديث عنه عندك أقوى معالج موجود لحد الآن كرن 980 8 جيجا بايت رام 256 جيجا بايت ذاكرة تخزين واللي حرفيا الجهاز عم يطير عم استخدم الفيو 20 لعدة أشهر اللي هو بيجي بمواصفات متطابقة مع ال20 برو ولحد الآن ما عرفت شيء اسمه لاك وطبعاً تعليق بعض الناس إنه ايموشن يو اي واللي بالمناسبة صار اسمه الماجيك يو اي يا جماعة الجهاز بيك عتاد مو شايل الواجهة من الأرض أصلا وطاير فأنا متأكد تماما إنه الأداء مو هو اللي حيكون مشكلتك مع هالجهاز البطارية ظلت على حالها الموجودة بالفيو 20 4000 ملي امبير مع شحن سريع بقدرة 22.5 واط واللي بيعني 50% خلال نصف ساعة شحن كامل خلال ساعة وثلث ولا تستخدم الموبايل استخدام متوسط طول اليوم يبقى لها 25 20% اخر يومك وبما انه المواصفات واحدة فالفيو 20 خلال ما بعرف كم شهر استخدمته فيها ولا استخدام متوسط ابدا ما اضطريت اشحنه مرتين بيوم واحد ابدا فلا تخاف من هاي النقطة طيب بعد كل هالرغي فقرة خير الكلام ما قل ودل هل الجهاز فعلا وين اصلا؟ هل الجهاز فعلا شيء مثالي؟ حتى اكون صريح معك او معك بما انه الجهاز كيوت نوعا ما نوع. فمع انه ورقيا ما في ولا نصف ميل اختلاف في بينه وبين الفيو 20 الا كم شغله بالكاميرات والتصميم الا انه لو معي هالمبلغ اخر جهاز بفكر فيه هو الاونر فيو 20 وما بظن اني ممكن اشتري غير هالجهاز يعني من الاخر بنصحك تشتري هالجهاز ولا لا نظرا لمنافسينه بالفئه السعريه اللي هو السامسونج 80 ما بتميز عنه الا بالشاشه السوبر اموليد بس باقي الامور ما في مقارنه اصلا انت عم تقارن جهاز فلاج بجهاز متوسط فإنا نعم بنصحك فيه وبشده الا اذا بدك توفر شوي بالمبلغ تاخذ جهاز قوي عندك الشاومي 9 العادي وليس تي نوعا ما جيد ولكن مواصفاته اقل من هذا كرامات وذاكره وهي الامور مو متكامل لهي الدرجه وشكل هذا احلى بكثير فاعتقد اني غطيت كل شيء أطور لكم بالجهاز بالتعليقات اسفل الفيديو كما كم عدنان تلين شهرات اسفل الفيديو هاي الامور لطيفة سلام